السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا امام تدريب جديد. التدريب تبعنا اللي امامكم بتناول حاجة اسمها Formation of a Partnership، تكوين شركة او تأسيس شركة اشخاص، وطالب ايضا نعمل بالانس شيت لهالبارتنرشيب. الان بيحكي لي انه هذه عبارة عن Two Preparatorships، في عندي منشأتين فرديتين، واحدة خاصة بشخص اسمه سكور وواحدة خاصة بشخص ثاني اسمه كرين، فيها مجموعة من الأصول ومجموعة من الالتزامات، والاثنين وافقوا على decided to form a partnership، وافقوا على تأسيس شركة أشخاص. سموها الشركة هذه اسمها Commander Company with the following agreed upon valuation. وافقوا على التالي، التقييم التالي للأصول النون كاش أسيتس، الأصول غير نقدية، except scores furniture، ما اتفقوا على نقل الفرنتشر الخاص بشركة سكور لشركة الأشخاص. فكأنه الفرنتشر هذه كلها القيم تم اعتمادها، بس بدنا نستبعد ال 3000 اللي خاصة بالفرنتشر لأنه ما اتفقوا على نقلها لشركة الأشخاص. أيضا اتفقوا على أنه النقدية الموجودة في كل سولي بريبرياتور بدها تتحول، في كل منشأة من المنشآت الفردية حتتحول لشركة أشخاص، فكأنه مش بس الأصول الغير نقدية أو النون كاش أسيتس، برضو الكاش هيتم تحويلها لشركة الأشخاص. أيضا اتفقوا على أنه البارتنرشيب والأسوم أول ذا لايبيليتيز، كأنه شركة الأشخاص حتتحمل مسؤولية سداد الديون الخاصة بالمنشأتين الفرديتين. ايضا سكورز فرنتشر اوميتد، اتفقنا انه هذا لن يقبل الفرنتشر كمكون او احد الموجودات في شركة الاشخاص الجديدة. فاردر اتز اجريد ذات سكور ويل انفست، حيدفع صاحبنا سكور 3500 دولار كاش بالاضافة للي قدمه، وكرين حيدفع 16000 نقدا بالاضافة للي قدمه. طبعا بيقول لي اني بريبير جورنال او سيبريت جورنال انتريز، قصده سيبريت يعني لكل شركه على حدا على حده، انتريز تو ريكورد ذا ترانسفير اوف ايتش بريبريتورشيب اسيتس اند لايبيليتيز تو ذا بارتنرشيب. بدنا نثبت نقل ملكيه او نقل قيمه الموجودات والالتزامات من المنشات الفرديه او من كل منشاه من المنشات الفرديه لشركه الاشخاص. طبعا بدايه طبعا زي ما انتم عارفين بدنا نثبت قيمة الأصول المقدمة من قبل سكور. الأصول اللي قدم كاش هو زي ما انتم عارفين، وقدم receivables زي ما انتم شايفين هنا، وقدم inventory زي ما انتم شايفين هان، عندنا بنرجع للallowance تقلقوش، وعندنا قدم equipment. في الجانب الثاني نخلص من allowance لأنه هذا دائن، حساب دائن زي ما انتم عارفين، هذا contra account حساب مقابل. ايضا في عندي payables notes payables هيها، وفي عندي كمان accounts payables زي ما انتم شايفين هيها. نضل عندي الحساب المتمم، هو عبارة عن score capital زي ما انتم شايفين. احنا طبعا عدة بنطلع متمم حسابي، الكاش بنجيبها من الميزانية لانه هذه كاش فيش مجال للاختلاف على قيمتها. الريسيفابلز طبعا تم تقييم الريسيفابلز لشركة سكور ب 18000، ملناش علاقة بالقيمة اللي ظاهرة في الميزانية. ايضا بالنسبة للانفنتوري اعطاني 38000، هذه القيمة اللي تم تقديرها لسكور. الاكويبمنت احنا ملناش دعوة احنا بهمنا حاجة اسمها الفير فاليو اوف ذا اكويبمنت، القيمة العادلة للاكويبمنت الان في لحظة الانضمام. الان ملناش علاقة بالاكيوميتد ديبريشيشن تبعها، لانه احنا حنبدا نحسب لها اكيوميتد او نبدا نحسب لها ديبريشيشن ابتداء من لحظة استخدامها في شركة الاشخاص. عشان كده كنا حناخد القيمة هذه بدون اكيوميتد ديبريشيشن. تنسوش الفرنتشر ما اتفقوش على انه يتم تحويله لشركة الاشخاص. الحاجة الثانية الألاونس كان فيه له تقييم تم الاتفاق عليه لشركة سكور 2500. النوتس بيبل طبعا وافقوا عليها بالكامل، والأكاونتس بيبل زي ما هي، وافقوا على نقلها بحيث يتحمل البارتنرشيب مسؤولية سدادها للغير. فعشان كده حناخد هنا 20000، وحناخد للأكاونتس بيبل اللي هو عبارة عن أكاونتس بيبل في هنا عبارة عن 30000. لأن حسابي المتمم زي ما انتم شايفين لازم يكون هو عبارة عن مين؟ عبارة عن رأس المال. طبعا كان ممكن نقول يساوي هذا، أو ممكن نعملها sum إذا عايزين sum، نعمل كده
جمع، نحط إشارة ناقص، كمان صم ثانية، نفتح قوس ونعمل اختيار لهدول، وهيك نسكر. بيكون احنا حطينا قيمة رأس مال سكور حيكون في الشركة هذه عبارة عن 47500. طبعا له من باب التحقق هدول لازم يساوي 100000، وهدول ايضا لازم يساوي 100000. بهيك احنا بنكون اثبتنا نقل منشأة سكور الى شركة الاشخاص الجديدة المزمع تكوينها مع صاحبنا اسمه كرين. لان نعمل نفس القيد بس الان لمين؟ لا المنشأة نقل اصول والتزامات او موجودات والتزامات شركة كرين لشركة الاشخاص، او منشأة كرين لشركة الاشخاص. طبعا كالعادة احنا في عنا هنا كاش، لو اخذتوا بالكم انه التنين في عندهم كاش، هاي الكاش ايضا التنين في إلهم، لو اخذتوا بالكم هنا في receivables، التنين كان في إلهم inventory، والتنين كان في إلهم equipment. كان عشان نخلص الحساب المقابل او contra account في عندنا هنا allowance for doubtful debts او accounts. في عندي ضايل عندي هنا عبارة عن، لو اخذتوا بالكم في هنا accounts payable بس ما فيش عندهم هدول، فيش عنده كرين notes payable. عشان كده الحساب الاخير حيكون عندي هو عبارة عن كرين capital. طبعا عشان نجيب الكاش بنجيب الكاش من الميزانية، طبعا هذا فيش مجال للاختلاف عليه، بنجيب 8000 تبعت كرين، بعدين بنجيب الاكونتس ريسيفبل لكرين وهذه 30000. وبعدين في عندي انفنتوري، لو اخذتوا بالكم لكرين انفنتوري لكرين 25000، وبعدين اكويبمنت لكرين في عندنا هنا 22000، وفي عندي الالاونس تبع كرين، لو اخذتوا بالكم الالاونس اللي تم اتفاق عليه وعبارة عن 4000، وفي عندي الاكونتس بيبل اللي وافقوا التنين على نقلها، اللي هذه بنجيبها من هنا لانه ما اختلفوش على التقييم تبعها، لو عبارة عن 40000. ضل عندي المتمم الحسابي تبعهم كالاتي، طبعا زي ما اتفقنا تو يجمع هذولا، ونقول هنا ناقص صم كمان جمع جديد يجمع لنا هذولا طبعا، ونسكر القوس. هيك بيعطيني قيمة رأس مال مين؟ قيمة رأس مال كرين. طبعا المفروض للتحقق بنجمع كده احنا، المفروض هذا بيعطيني كده صح، والمفروض هنا بيعطيني صح. وان شاء الله كده بنكمل الفيديو الثاني بقية المطلوب بي ان شاء الله.